قال فيهن خيرات حسان، خيرات الوجوه، خيرات الأفعال، حسان الأخلاق، حسان الأقوال، ليجعل الحسن لا يتعلق بشكل ولا بمظهر فحسب، يتعلق بالخلق، يتعلق بالكلمة الحسنة. وجاء بمفردة في غاية الدقة، خيرات حسان، الحسن والحسان، وكل هذه المفردات والمنظومة التي تدل على منظومة الحسن والإحسان في القرآن، تعلم الناس كيف يكونوا محسنين، تعلم الناس كيف يكون هناك إحسان في القول والفعل والأخلاق والعمل، تعلم الناس أن الجمال ليس في شكل ولا في مظهر فحسب كما يسوق ويروج له أصحاب المادية المعاصرة، ولكن جمال الخلق وحسن الأدب وكمال الكلمة وحسن ما يقول الإنسان، يضفي على الإنسان جمالا فوق جمال المظهر، حتى يتبين لنا أن الآخر لا تركز فقط على الجوانب المادية أو الحسية كما يتوهم البعض في الجزاء. الحديث عن الجزاء في الآخرة لا ينفك عن الحديث عن الخلق، الحسن الحقيقي الذي يجتمع فيه حسن الخلق مع حسن الصورة والشكل.